بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الريسبيراتوري موديول، وهنتكلم عن موضوع من المواضيع في غايه الاهميه وفي غايه الخطوره، الا وهو اللانج فوليوم او حجم الهواء الموجود بداخل اللانجز. طبعا احنا عندنا هنا زي ما احنا شايفين في 6000، بص شوف 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 مللي لتر من الهواء. وبالمناسبة أنا يعني عشان الدقة، يعني اللانجز ما بتوصلش 6000، أقصى كمية هواء ممكن اللانج تستوعبها 5800 لغاية هنا، 5800 خلاص كده. طيب يعني آخري ما وصلش ل 6000. تعال نشوف كده، بيقول لك during the normal breathing. طبعا هو هنا بيشرح لك الايه الباترن اوف ذا بريثنج، يعني واخد بالك التنفس بيبقى عامل ازاي. during the normal breathing اثناء التنفس، normal normal ده يعني quiet وهو هادي، واخد بالك؟ تمام. بيبدا ان هو في اير فلو بيبقى فيه حوالي 500، يعني وانا قاعد كده بتكلم معاك في 500 مللي من الهواء بيبدا ان هو flow into and out of the lung، بيبداوا ان هم يخشوا ويطلعوا. شايف انت الشويه دول؟ شايف انت؟ عايز تركز معايا. شايف ده دول طلعوا، بطلعهم كده وانا قاعد معاك، واخد بالك؟ خلي بالك هنا، بص هنا هو بيزيد اهو، بدا شهيق اهو، بعدين يقل، بدا زفير، طلعه تاني، واخد بالك؟ هنا هو زاد شويه، قام جاي شهيق، واخد بالك؟ وقال لي شويه، ده زفير، عامل زي المد والجزر التايد، فبنسميه تايد الفوليوم، واخد بالك؟ ده اللي هو العادي يا جماعه، اللي هو انا قاعد كده من غير ما اعمل مجهود خالص، من غير حتى انا شهيق، خلاص كده؟ ده بنسميه الايه؟ التايد الفوليوم، خلاص كده؟ حوالي 500، يعني شوف هو هنا يعني ده من 2000 ل 3000، لا احنا نص بس المسافه، 500، يعني لو من 2000 ل 3000 1000، لا احنا النص بس 500، اللي هو بنسميه في الاخر ايه؟ اخر حاجه كده اللي هي دي، ايوه التايدال فوليوم. التايدال فوليوم ده يا جماعه اللي هو الهواء اللي انا بدخله واطلعه وانا قاعد كده في النورمال، واخد بالك؟ في الهادي. ماشي؟ يبقى في النورمال بريثنج في النفس الهادي في 500 مللي ببدا ان انا اطلعهم وادخلهم. وال 500 مللي دول بنسميهم حاجه اسمها التايدال فوليوم. التايدال فوليوم. خلاص كده؟ طيب اللي هو مد وجاز طالع وداخل، طالع وداخل طول الوقت. خلاص؟ النوع الثاني بقى ده بنسميه الفايتال كاباسيتي. اثناء عمليه الايه؟ الاكسرسايز، لو جينا هنا ديورنج ذا اكسرسايز، اثناء التمارين. انا المفروض ده بص في الريست طالع ونازل اهو، طالع ونازل اهو. شوف بقى في الاكسرسايز، شوف دي شهيق زفير، شوف بلعب في كميات اكبر، اعلى 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 لغايه لما اوصل لرقم كبير جدا، وانزل 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 وانزل، ده رقم كبير جدا، فاهمني؟ فده بنسميه الفايتال كاباسيتي. خلاص كده؟ اللي هو شوف من اول فوق اهو، شوف لغايه تحت، ده اللي بيبقى اثناء الاكسرسايز. فبيقول لك ديورنج ذا اكسرسايز القدره بيبقى عندها حاجه اسمها ريزيرف كاباسيتي، او ممكن نسميها الفايتال كاباسيتي. كلمه كاباسيتي يعني قدره، خلاص كده؟ قدره على استيعاب كميات اكبر من الهواء اثناء شهيق واخراج نفس الكميات دي اثناء زفير، واخد بالك؟ خلي بالك انا في ناس احيانا بتكتفي بس بان انا بستوعب الشهيق، لا يا باشا، لانجس عندها قدرتين مش قدره واحده، ان هي تاخد الهواء وان هي تطلع الهواء، واخد بالك؟ ده الاثنين كل واحده قصه لوحدها. فدي بنسميها الريزيرف، ريزيرف يعني احتياطي، خلاص كده؟ وفايتال يعني ضروري، هما الاثنين في وقت الاحتياط، في وقت الضروره اللي هو ايه؟ اللي هو اثناء الاكسرسايز يعني واثناء التمارين، بحتاج ان انا استنشق كميات كبيره جدا من الهواء واطلع كميات كبيره جدا من الهواء، بحتاج ان انا اخد كميات كبيره جدا من الهواء اللي بتحتوي على الاكسجين اللي انا محتاجه، واطلع كميات كبيره جدا من الهواء اللي بيحتوي على الكربون ديوكسيد، لان انا عندي خلايا وعندي عضلات وعندي حاجات بتعمل اكسرسايز وبتعمل تمارين، فمحتاج ان انا اخد كميات كبيره من الاكسجين واطلع كميات كبيره من الكربون ديوكسيد، واخد بالك؟ فبالتالي انا محتاج ان انا اثناء عمليه الانهاليشن، بشوف الكلمه باث لكل من الانهاليشن والاكزاليشن اثناء عمليه الشهيق والزفير، محتاج ان انا ازود انكريز اماونت اوف ذا اير، ازود انكريز amount of the air كمية الهواء اللي داخل واللي طالع أثناء إيه؟ أثناء الإكسرسايز، خلاص كده؟ وده اللي بنسميه الفايتال كاباسيتي. الفايتال كاباسيتي، أنا كده عندي مفهومين أخدتهم، المفهوم الأول هو مفهوم الفايتال كاباسيتي اللي هو كمية الهواء اللي بيطلع واللي بيدخل لانكس، خلاص كده؟ أثناء الإكسرسايز أو أثناء التمارين، كمية كبيرة جدا، خلاص كده؟ طيب، وما قلتلكش لسه كام، ماشي؟ إنما تايدال فوليوم دي اللي بتطلع أثناء الريست. وانا قاعد كده راحه في النورمالي، واخد بالك؟ واخد راحتي، واخد بالك؟ شوف صغيره زي شهيق وزفير، ده رايح جاي، فنسميه تايدل، خلاص كده؟ وده بيبقى اثناء النورمال، ونكمل كده الفيديو اللي جاي.